ايه يا ناهد مالك؟ اجيب لك سيجارتين تطلعي زهقك فيهم انت كمان ولا ايه؟ الله، في ايه؟ مالك يا حبيبتي؟ انا رحت لمامة مروه النهارده. بجد صعب اللي خلاها ام. ست عصبيه كده ومتوتره ومتنرفزه طول الوقت بدون سبب. وانا عملت زيك، رحت قابلت ابوها، ما جمع الا لما وفى. راجل بارد برود. بجد صعب اللي خلاهم اهل. الله يكون في عون البت مروه. طب مش انا بقى كنت رايحه عشان اصالحهم؟ ايه رايك بقى ان انا مش عايزاها دلوقتي ترجع؟ يا ست، اي مستوره وعايشه وسطينا. بقول لك يا ناهد، عايز اقول لك حاجه. ايه؟ امبارح وانا معدي من على اوضه خديجه كانت بتراجع المشهد مع مروه، قلت اقف اسمعها، لقيتها بتتكلم معاها عن الحب والمشاعر. بجد؟ بجد يا فؤاد؟ الدكتور عادل قدر يجيب معاها نتيجه بالسرعه دي؟ والله ما اعرفش. انا عارفه، بنت اسم الله عليها ذكيه، ربنا يحميها. البنت بتحس بينا وبتفهمنا لما بيبقى فينا حاجه من غير ما نتكلم او حتى يبان علينا. انها تحس بينا دي حاجه، وانها تعبر عن المشاعر دي حاجه تانيه. ده موضوع مش سهل. انا هروح معاها الجلسه الجايه وافهم بالدكتور، هو فاهم اكيد وهيطمني. انا مطمنه، الاحاسيس والمشاعر دي كده بتاعت ربنا، لا توحد بقى ولا غيره يقدر يمنح. انت مش مبسوط ولا ايه؟ بالعكس، بس قلقان. طب ايه؟ مش هتاكلينا بقى ولا ايه؟ ولا انت واخده حريقه المطبخ حج عشان ما تطبخيش؟ انا مجهزه لك الاكل، بس والله شكلك انت اللي واخدها حج. مش هتكلمني النقاش بقى يجي يصلح لي المطبخ بدل ما انا واقفه بطبخ في السواد ده؟ حاضر، والله هكلمه، بس انا مستني بس اول الشهر يجي واقبض. انا ما كنتش عامل حسابي على الحريقه دي. طب تعالى عشان اكلك، شكلك واقع من جوع. طارق. سميرة. ايه، خلصته بدري يعني النهارده؟ اه، ما كانش فيه شغل كتير. حضرتك محتاجه حاجه؟ لا لا، مش عايزه حاجه. طيب على اذنك. طب بقول لك ايه، بص، انا عارفه انك شفتني، بس كل اللي انت شفته ده غلط، يعني ما تفهمش غلط خالص. عامه انا كنت عايزه اشكرك ان انت ما قلتش لجده. لا طبعا، عمري ما اقول حاجه زي دي اصلا. بعدين يعني هو الموضوع ما يخصنيش، وانا بس نصيحه مني، بيخلي بالك على نفسك. لا انت فهمت ايه؟ لا مفيش حاجه. انا يعني بص هفهمك، اللي انا باخده ده مجرد مهدئات عشان الاكتئاب. اكتئاب؟ علاج يعني، مش حاجه وحشه. معلش، هو اللي انا اعرفه ان العلاج ده بيتاخد في الصيدليه مش بالطريقه دي. بعدين معلش ما تاخذنيش، بس هو حضرتك مش صغيره على موضوع الاكتئاب ده؟ ما انا كنت فاكره زيك كده، بس طلع الموضوع ملوش علاقه. تمام، بس يعني اظن في ألف طريقه احسن من الطريقه دي. لا هو الحقيقه ما جربتش، وباخد الدواء ده ومرتاحه عليه. عامه ثانك يو انك ما قلتش لجده. باي باي. العفو، عن اذنك. هما الستات لما بيتطلقوا بيحلووا ولا ايه؟ تعرف انا كمان اول ما فتحت عيني شبهت عليك؟ والله كان لنا واحد قريبنا الخالق الناطق زيك تمام، الله يرحمه بقى مات؟ مقتول. عارفه يا ديجا، انتي لو ركزتي في التمثيل مع علي وعملتي بالظبط اللي دكتور عادل بيقولك عليه، انا متاكده انك هتبقي احسن من اللي اسمها منى دي 100 مره. منى دي شريره شبه محمود المليجي. او عشان عفويتك وطيبتك دي، انا متاكده انك هتكسري الدنيا. طب بقولك ايه، مش انتي تعرفي تقلدي؟ ما تقلدي منى. لو الاستاذ هينزل يبقى دول كمان هينزلوا. ايوه، ينفع اعمل كده. طب بقول لك ايه، قلدي علي. هو مين قلدي علي؟ خديجه، خديجه اطلعي على المسرح. اطلع؟ ايوه اطلعي يا خديجه. يا خديجه، مش علمتك لما اعمل لك كده تعملي لي كده؟ يلا. ايوه كده.
انتي مش هتقومي تنامي يا ماما؟ الوقت اتأخر. لا يا حبيبتي، أنا كويسة هنا. انتي كويسة؟ الحمد لله يا ماما، الحمد لله يا حبيبتي. احب حد عنده توحد عشان يكون شبهي. ايه ده؟ قابلتيه فين ده؟ لسه، بس انا عارفه ان في كتير. طب يا خديجه، مش لما تشوفيه الاول وتشوفي انت بتحبي ايه عشان تعرفي اذا كان شبهك ولا لا؟ عنده توحد يبقى شبهي. مش شرط يعني يكون شبهك كده. انا كان قصدي يكون شبهك في الاسلوب، في الطباع، تحسي انك مبسوطه معايا ومرتاحه وفي نفس الوقت مش خايفه من حاجه خالص، ويكون بيساعدك توصلي لحلمك وكل اللي انت عايزاه، ويبقى عايز يشوفك احسن واحده في الدنيا. بابا يعني؟ لا يا خديجه، بابا حاجه واللي انت هتحبيه ده حاجه تانيه، بس لازم يكون بيحبك زي بابا. حلوه قوي العربيه دي يا حاتم، احلى من اللي قبلها كمان. بس مش كنا فضلنا في الجامعه بدل ما نزوخ؟ انا حاسه ان احنا هنتقفش قريب. لا والله، ما اتخطبناش رسمي قريب، بجد هنتقفش مع بعض. يا ابني خلص جامعتك واحضر محاضرات عشان نعرف نكون مع بعض رسمي. ما انا جايلك النهارده مخصوص عشان اقول لك اني خلاص هظبط مشروع جديد عشان يبقى معايا فلوس واعرف اعتمد على نفسي واجي اتقدم. مشروع اللي انت طلعت بيه فجاه ده يا حاتم؟ هبحكي لك وبعدين. بحكي لك دلوقتي عشان تفرحي لي وتنبسطي لي، ولا تفتحي لي تحيه كانك ابويا؟ انا اسفه. ربنا معاك ويا رب تكون احسن واحد في الدنيا كمان. هو انت هتروح عيد ميلاد شاهين ده؟ هروح. ليه؟ وانت مش هتيجي معايا ولا ايه؟ لا، ما مصروفي خلص ومش عارف اجيب لها هديه، واكيد يعني مش هدخل لها بايديا فاضيه. ايه يا بنتي، وانا روحت فين؟ اظبطي حالك انت بس وهديتك ليها عندي. المهم بس فين هديتي انا بمناسبه المشروع الجديد؟ بس يا حاتم، يخرب بيت رومانسيتك.